من كتر ما بجد يعني مش هزار، لو انت قعدت تنظر بإمعان على الوسط الفني المصري او المواهب المصرية، فلا والله من غير ما تنظر بإمعان، انت حتى لو خدت نظرة شاملة كده من على الوش انت هتشوف كم مواهب مذهل وعظيم وتراكم في الموهبة يعني عند مثلا جيل الوسط، وهتلاقي مواهب جديدة موجودة دلوقتي، وطبعا المواهب الأكبر في جيل الكبار، وطبعا من البداية من أول ما قلنا يا صباح الفل يا سينما يعني، وده أكتر من حوالي 120 سنة سينما دلوقتي، ومصر طول الوقت عندها كم فنانين. أنا بكلمك هنا على التمثيل، لسه ما قلتلكش بقى على المزيكا بأنواعها واختلافاتها وأشكالها المختلفة وما إلى ذلك. فبحس إنه لو جيت اتكلمت على فنان مصري وعلى حجم موهبته سوف أتهم بمجاملة، أو يتم اتهامي بشوفينية مصرية، شكل من أشكال العنصرية ناحية مصر، مع إنه المصريين أصلا شعب غير عنصري على الإطلاق وما عندناش عنصرية. في ناس بتتهمنا بإنه عندنا إيه، حالة تكبر وغرور وصلف كده. إحنا عندنا اعتداد بالذات، إحنا لا عندنا لا غرور ولا صلف خالص ولا تكبر، إحنا عندنا اعتداد بالذات. إحنا عارفين أهميتنا كويس، عارفين قوتنا قد إيه، فعشان كده بنبقى فخورين بالعقول، سواء إذا كانت على المستوى الإبداعي والفني والثقافي أو العقول العلمية إلى آخره. وعلشان لما باجي أقول لك مصر فعلا مليانة، دي حقيقة يعني. أنا أظن أنه من أول رمضان لحد النهاردة، إحنا بقالنا كده كام يوم في رمضان يا جماعة؟ 24 يوم أو 25 يوم أظن، يمكن كل حلقة مثلا بتكلم عن فنان أو اتنين، ودايما لما بتكلم بتكلم على حجم موهبتهم الرفيع، فبقيت حاسس ان انا قد اتهم بمجاملة ما، بس فعلا ما هياش مجاملة. هضرب لك مثل بسيط، في حد يختلف هنا بقى، انا هقول لك بقى ايه الجملة كيفما اشعر بها واراها وفي يقيني الذاتي، على عبقرية ما حفظ الالقاب، على عبقرية إيهاب فهمي. طيب قل لي دور واحد لإيهاب فهمي جلة، قل لي مرة اتفرجت على إيهاب فهمي وما صدقتوش. خد بالك ما صدقتوش هنا، طبعا سيبنا ان هنا الدور كان اخواني، لا مش دي القصة، بتكلم ما صدقتوش يعني ما صدقتش الشخصية مرة. استحالة استحالة. فلما هاجي اتكلم عن الفنان والنجم والمبدع بجد يعني إيهاب فهمي، لا أعتقد أن أنا هوفيه حقه على الإطلاق، بس خليني أرحب بيه على التليفون. يادي الهنا يادي النور، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا استاذ يوسف، والله ما عارف اقول ايه يعني، ده كلام كبير عليا قوي وكتير عليا قوي يعني. يا استاذ ما تقولش كبير بس، ربنا يخليك ولا كبير ولا حاجه خالص. الله يعزك واشكرك جدا على الكلام الجميل اللي فوق راسي ده. لا والله وكل سنه ومصر كلها بخير وبسلام وبامان، والحمد لله على الحمد لله على الفن المصري، والحمد لله على الاعمال المهمه في الفن المصري. طب هنا بما ان انا هتكلم عن الفن، قبل ما هتكلم على انا اللي هستخدم التعبير، وانا عارف ان تواضعك الجم هيحول ويمنع دون استخدامك للمصطلح، قبل ما هتكلم على عبقريه إيهاب فهمي في تجسيد وتشخيص الادوار المختلفه والشخصيات المختلفه، انا هنا بتكلم مع فنان مصري مهم وايضا رجل له دور نقابي مهم جدا. الحمد لله. ايه هو سر، بكلم بامانه والله، ايه هو سر تفوق ملحوظ وحقيقي وتراكمي كمان للفن وللفنانين المصريين؟ الخبرة، الفرصة، الإنتاج، قوة الإنتاج، لما يبقى عندك أعمال مصروف عليها وورق مهم واختيارات مهمة واختيارات المواضيع اللي تبرز كفاءة الفنان المصري، بيبدع وبينور وبينور قوي، لأن مصر هي وليود الشرق والفنان المصري موهوب قوي يعني. مصر غنية جدا بمبدعينها، غنية جدا بفنانينها، عندما تأتي إليهم الفرصة، عندما تأتي إليهم كل الظروف المحيطة للنجاح اللي بتخليك تنجح بتنجح. فالحقيقة كمية الأعمال أستاذ يوسف المعروضة هذا العام تحديدا
اللي بتعملها الشركه المتحده، اعمال مهمه جدا جدا صحيح. جدا، ومجهود، وكل فنان رائع، وكل فنان وكل عمل مهم اتقدم في رمضان السنه دي. اعتقد يعني انا يعني اغير جمله بتاعت حضرتك اللي بتقولها لي الجميله بتاعت العبقريه بتاعت ايهاب فهمي، عبقريه الاساتذه كلهم زملائي الحقيقه اللي منورين في كل عمل رمضان. أنا كنت عشان كده كنت بقول في المقدمة أنا أخاف أن أتهم بالمجاملة، بس الحقيقة إنه الفنانين بتوعنا مذهلين مذهلين طبعًا طبعًا جامدين زي ما بيقولوا كده بالكلمة. أيوة يعني بالتعبير الدارج جامد. طبعًا ممثلين جامدين ومهمين وتشيدوا، يعني هو كان في بعض الحاجات اللي بتقول والفنان المصري والعمل المصري، لأ، مهما قيل وقالوا مصر يا وليود الشرق، الفن المصري هو الرائد، الأعمال الدرامية المصرية هي الرائدة بكل محتوياتها، مصورين ومخرجين ومؤلفين وفنانين وعمليات إنتاجية وإنتاجا. الحقيقة نفخر بهذا الموسم الرمضاني الرائع اللي هو أثبت قد إيه كفاءة الفن المصري. طب أنا عندي دايما تساؤل مصحوب وجهة نظر كده، صححني لو أنا غلطان لأن مش أنا من أهل الفن يعني. أنا دايما ضد فكرة إنه يقولك إيه الفنانين المصريين ما بيوصلوش للعالمية لأنهم مش عارف ما بيطلعوش هوليوود، وأنا بظن دايما ده كلام فاضي وكلام فارغ، لأنه الممثلين والفنانين الهنود وصلوا للعالمية من بوليوود زي ما هم. الناس بتاعة أمريكا اللاتينية وصلوا للعالمية من استوديوهات المكسيك برضو بعيدا عن هوليوود. الفنانين الأسبان وصلوا للعالمية من استوديوهاتهم يعني بعيدا برضو عن هوليوود، وبلغتهم بالأسبانية لا بالإنجليزي ولا بلكن أمريكاني ولا كل الكلام اللي بيتقال ده. هل إحنا في احتياج إلى المزيد والمزيد والمزيد من الدفع التسويقي علشان تبقى أعمالنا المنتجة مصريا، أعمال المتحدة تبقى موجودة في الدنيا؟ طبعا يعني انت حضرتك قلت السؤال وقلت الاجابه الرائعه. سؤال؟ لا والله انا بطرحها في اطار سؤال، لان ممكن تقول لي لا يا يوسف مش كده. جدا كلام سليم جدا وراي سليم جدا، التسويق. بس انا اقدر اقول لحضرتك تعلمنا هكذا، تعلمنا في الاكاديميات قمه العالميه ان تغرق في المحليه. صح. كلما كانت مواضيعنا خاصه بينا احنا، يعني زي ما بيقولوا كده باللغه الدارجه برضو، ما نكبشرش او ما نقلدش او ما نجيبش فورمات عشان نعملها، لما بنقدم المواضيع اللي جوانا اللي مننا اللي عايشينها اللي بنشوفها، وزي ما بتقدم حضرتك مثلا الاعمال اللي بتجسد بطوله المقاتل المصري. صحيح. فانت من جواك قوي، من جوه مواضيعك قوي، فبتنجح قوي. عندما نطعم الفن بكل المواضيع اللي داخل مننا اللي طالعه مننا وان نسوقها جيدا، واعتقد ان الشركه المتحده بكل الطرق اللي بتعملها وكل التطوير اللي بيتم سنه عن اخرى وعام عن اخر، الحقيقه انا حاسس ان احنا بنوصل لده، بدليل ان هقول لحضرتك كده بلغه السوق، كنا دايما نسمع ايه الاول المشاهده مش عارف ايه اللي بتاع، السنه دي حاول من حاول ولكن اثبت المنتج المصري، المنتج المصري. صح. العمل المصري تسيده تماما بلا نقاش. مية وبلا مية. وما ينفعش ايه نجمل بقى، يعني كتير قوي دايما اقول ساعات بيجي في مثلا بيبقى اعتراض من داخلنا، ده تمام، ده نقد مباح، لكن ان انا اثر على العمليه الفنيه اعتقد ده بيبقى متعب. لكن الحمد لله السنه دي نجحنا جميعا، كل الزملاء وكل الاعمال وكل الاعمال الشركه المتحده الحقيقه اثبتت جدارتها واثبتت انها على قدر المسؤوليه، وكل عام بيمر بنتالق اكتر وبنكبر اكتر، وهنوصل للحته اللي حضرتك بتقول عليها، حته التسويق الجيده جدا عبر العالم، مش عبر الدول العربيه بس، عبر العالم. اتفق معاك قوي قوي، لانه رمضان طبعًا السنه دي بالذات شهد منافسه شديده على المستوى الانتاجي، والمنافسه بتبقى حلوه على فكره، يعني انا من انصار ان كلما طبعًا كانت المنافسه كلما استطعنا ان احنا نبرز كل واحد فينا مواهبه وقدراته وما الى اخره، يعني بيبقى استعراض رائع. فالاعمال بتاعتنا اعتلت العرش بامتياز. الحمد لله الحمد لله، ومصر مليانه ومصر ولاده مؤلفينا ومخرجينا ومبدعيها وممثلينها وكل من فيها. الحقيقه مصر ولاده، وكل يوم بيطلع لنا فنان، وكل يوم بيطلع لنا مخرج، وكل يوم بيطلع لنا مدير تصوير، وكل يوم بيطلع لنا سيناريست. الحقيقه نحن امام يعني فتره مهمه جدا في الفن المصري، نرجو ان نستغلها على يعني زي ما بيقولوا كل قوتنا، لان الفن هو احدى اذرع القوى الناعمه المؤثره في كل شيء.
صحيح. يعني ان شاء الله نصل ان احنا نبقى فرحانين كده زي ما احنا في العرس الرمضاني. احنا النهارده 25 رمضان الحمد لله رب العالمين، ال 15 نجحت وال 30 نجحت واعمال مهمه، وانت هنا بتقول ده عظيم وده النهارده عمل مشهد عظيم وده عمل حلقه عظيمه. الحقيقه كرنفال كبير جدا مهم في الدراما المصريه، وبنشكر عليه يعني الشركه المتحده فعلا انها قادت أوي هذه الحمله، زي بيقولوا الحمله الفنيه اللي احنا نصل النهارده نتفرج على حضره العمده، نتفرج على جعفر العمده، نتفرج على كل الاعمال المهمه جدا، نتفرج على كتيبه 101، نتفرج على حرب، نتفرج على كل الاعمال تحت الوصايه. الحقيقه احنا امام تعدديه رائعه لكل الاذواق، تشوف اللي تشوفه وتعجب، يعني زي اي عمليه فنيه بتشوف فيها حلو بتشوف فيها ما يعجبكش، هو جمال الفن كده ان ما يبقاش متوحد في وجهه النظر. المائده الرمضانيه السنه دي عامره، حضره العمده بقى عشان كده انا قاعد عمال مصر على استخدام المصطلح بتاع كلمه عبقري. الله انا بيبقى. عجبني قوي الدور وليه بقى؟ لان انا شفت فنان عبقري بيديلي الصورة اللي أغلبنا شافها خلال الكام سنة اللي بالزبط. عدوا السود إياهم أو الشهور السوداء، 12 شهر كانوا سواد وانكشفت فيهم هذه الجماعة أمام المجتمع. بس عشان كمان يمكن في الحقل الفني أو الثقافي أو السياسي احتكينا بالكوادر بتاعت هذه الجماعة وشفناها وجها لوجه على الحقيقة، فإحنا عارفينهم. قدمت هذه الشخصية دون تشنج ودون افتعال وبنعومة مذهلة عاملة زي نعومتهم الخبيثة بالظبط. أنا يعني طبعا أشكرك على رأيك الجميل ده في الشخصية فوق راسي طبعا أستاذ يوسف. لكن هي الحقيقة هي دايما الفنان زي بقول لك أن تغرق في المحلية زي ما قلت لك، يعني أن أنا بتفرج على الناس دي زي ما حضرتك عملت وشفت وإحنا شفنا. الحقيقة وأنا بعمل الشخصية دي كان بيبقى جوايا طرح دائما قد إيه إنك تصل بين الشعرة، إنك أنا ضد التشنجات وضد المنهج اللي دايما بيقول إنك تمارس الشر من العين المبرقة أو الصوت العالي. بالعكس هم لازم يبقوا ملمعين قوي ولازم يبقوا عندهم ضحكة سمجة قوي للوصول للهدف اللي هم عايزين يوصلوا له. والحقيقة إن الراجل ده نجيدة ده دكتور، يعني له من الثقافة وله من العلم، فلازم إن هو يبقى بيغلب ده بإطار الجماعة. يعني مشهد اللي اتعرض امبارح اللي كان بيني وبين ابني، انا عايز اقول لك انه المشاهد كانت متعبه جدا بالنسبه لي، لانه انت بتقول كل قضيتك. ده راجل كفر بكل الاشياء لدرجه انه كفر بابنه، يعني هو ما عندوش اي حاجه غير الجماعه، ما عندوش ايمان حتى استغفر الله العظيم باي شيء غير الجماعه. يعني فمساله الشخصيه دي ووضع الشكل الرمزي من خلال اللبس او من خلال طريقه اللبس اللي هي الطاقيه او الاشياء المعموله، يعني مثلا اللي رسمها استاذ عادل اديب طبعا المخرج، انت بتصل في النهايه انك انت بتقول الناس دي احنا قد ايه اثروا فينا، وهنشوف طبعا نهايه كل شر هيبقى عامل ازاي. لكن في النهايه نحن كنا امام 11 شهر ربنا لا يجعلهم في تاريخنا ابدا يا رب، وقد ايه احنا عشنا سنين او شهور سوداء في حياه الوطن. والناس دي احنا بنقول الناس دي مش مساله ان هم كانوا موجودين، الناس دول هم موجودين، فخلي بالكم لانهم ممكن يبقوا موجودين قدامك في صوره اخرى في شيء اخر، ولكن هو برضو بيتلمس لك او بيتقرب اليك ببعض الاشياء اللي انت متخيل انها تكون مفيده، لكن هي في الحقيقه هي شر وضد الوطن وضد المكان اللي احنا بنعيش فيه اللي بيجمعنا كلنا بلدنا الحبيب. صحيح. الحمد لله ان انا قدرت اوصل هذه الشخصيه بكل تفاصيلها، لان تفاصيلها صعبه على الفنان جدا جدا توصيل الاحاسيس دي. صحيح. أنا عايز أشكرك جدا جدا جدا، مش بس على الدور بتاع مسلسل حضرة العمدة، لكن بشكل عام حقيقي بجد بشكرك كفنان وكنقابي بالمناسبة جدا كمان، يعني ده أنا اللي أشكرك وفوق راسي كل كلمة بتقولها. يا رب يخليك يا أستاذ، ما تقولش كده، ده أنا اللي أتشرف والله بجد. ربنا يخليك يا رب. كل الشكر لنجمنا الكبير الرائع الفنان المبدع إيهاب فهمي.